تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة قطر، يحتفل بروجكت قطر هذه السنة بنسخته 13 من 9 إلى 12 من مايو 2016. انضم هذه السنة إلى أكثر من 32 ألف زائر، وسجل زيارتك للمشاركة في حدث صناعة البناء الأول في قطر. يفتح المعرض أبوابه لاستقبالكم خلال أيامه الأربعة من الساعة 2 بعد الظهر حتى 9 مساءً.